عملية التصوير في اللحظات الأخيرة كنت عمل المرشد خونا السويسي عبد الوهاب شاف بطة يعني لا تطير، طاروا جميع الطيور الفلاموروز، بقات هي. قال لي سي مراد هذه بها حاجة، قلت له يلا بسم الله. حقيقة الحق وراها، جراته لهثاته. في الأخير مسك بها، وحقيقة لقيناها مصابة في أحد الأجنحة، الجناح الأيسر مصابة، والآن سنقدمها للصحة السامة. كيف إخراجها من الماء؟ قولها أنت. المهم بمناسبة العام الجديد 2021، اليوم رانا أول جانفي، اليوم النهار الأول جمعة، وهذه أول جمعة في هذا العام لتصوير الطيور المهاجرة. إن شاء الله راي كل أسبوع هي رايك معك، هذا أول أسبوع. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام هذا أفضل من العام إن شاء الله يا ربي. وهذه هدية، من أجل عيلة، هذه نحاولوا إن شاء الله كيف نعالجها، من أجل الصفحة، لأن علاجها سهل، علاجها بسيط جدا، ونعاود نرجعوها لمكانها إن شاء الله، لأن هذو يعيشوا كوبل، يعيشوا ثنائي. هذا الحديد اللي كنت نقول لك فيه، قلت له مادام راها وحدها راها مضروبة، مضروبة حقيقة، قعدنا نجري من وراها صح. ما لمدوها وإن شاء الله نخدموا لكم عليها فيديو إن شاء الله، يعني كيف نقوموا بتصويرها. هذا يعني ما تعبكش إن شاء الله. يلا بارك الله فيكم، السلام عليكم، شكرا.